شنو خصو يدير كاجراء؟ حيت هذه المساله كيتعرضوا ليها بزاف ديال الناس، كيكون راكب في السياره ديالو سياره اجره وكتوقع له حادثه، وحادثه طبعا مع سياره اخرى، ما تعرفش راسو او مع راجل ما تعرفش راسو او لا السيارات الاجره دارت حادثه لا مع راجل ولا مع سياره بوحدها، حادث عارض يعني ما كاين شيء شنو شي واحد اللي تسبب في الحادثه. اذا تيبقى داك الراكب تيقول اشنو غادي ندير، شكون اللي مسؤول على هذه الحادثه، وشكون اللي غادي يعوضني خاصه لو وقعت له تسبب له داك الحادثه في اضرار جسمانيه. اذا اولا ما ينساش هذاك الراكب بانه عنده عقد النقل مع صاحب سياره الاجره، كاين عقد تقولي العقد هذا ما فيه، ما كاين لا تيكي ولا تذكره ولا عقد مكتوب ولا كيفاش غيثبت هاد بانه كاين هنا عقد. هذا عقد شكلي فقط، انه ملي كيكون صاحب سياره اجره غادي في السياره ديالو في الشارع، وواحد سيتي اذا هو كيعرض الخدمه ديالو، كيكون عرض للخدمه. الراجل من الراكب ملي تيهز يديه وسيارة الأجرة كتوقف له، كيكون العقد انتهى، تحقق العقد. إذن هذاك دار العرض ديالو، والآخر قبل العرض وركب في ديك الخدمة، راه بحال اللي كيكون شي واحد تيبيع لك شي سلعة وعرضها في الفيترينا، ملي كتشوف ديك السلعة هذاك راه عرض، ملي كتدخل أنت كتقول له بغيت هذيك ما عندوش حق يقول لك لا هذيك ماشي للبيع، لا صافي أنت عرضتي عليا وأنا قبلت العرض ديالك، إذن بقى فقط نأدي الثمن. إذن تيدخل هذا هو العقد، إذن مجرد ما كيهز يديه وتيركب في السيارة كيكون العقد تم، وبالتالي تيكون ملزم صاحب سيارة الأجرة باش يوصلوا في سلام، يعني ما يكونش شي حادثة وما يكونش شي أضرار وما تكونش شي خطورة على ذاك الراكب. ملي كتحقق الحادثة إذن تيكون سيارة صاحب سيارة الأجرة مجبر أنه يعوض هو، إن هذا عقد نقل مجبر هو باش يعوض هذاك الراكب. طبعا ملي كنقولوا هو مع إحلال شركة التأمين، هي شركة التأمين تتأمن المسؤولية ديالو المدنية. ملي كيكون سبب مسبب في الحادثة شخص آخر يعني سيارة أخرى، تيكون له الخيار يا إما يدير الصلح أو الدعوة ضد شركة التأمين ديال سيارة الأجرة، أو يديرها ضد التأمين أو الخصم أو المتسبب في الضرر، هو اللي كيختار. غالبا إذا مشات دار الدعوة أو تعوض حبيا من مؤمن ديال الشركة ديال سيارة الأجرة، هذيك المؤمن ديال سيارة الأجرة كيدير دعوة الرجوع ضد المتسبب في الحادثة باش يرد داك الفلوس اللي خسر. فهمتي؟ إذا هنا المهم في هادشي كله هو أنه خص يدار واحد المحضر ملي كتوقع لك حادثة وقع لك أضرار جسمانية، خص لازم تكون محضر ديال الشرطه، وهذاك هو اللي كيثبت ماديه الحادثه، وهذاك هو اللي تنقول فيه انني كنت راكبا في سياره اجره رقم كذا 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 في الساعه كذا كذا كذا، وبينما كنا متوجهين في اتجاه في شارع كذا باتجاه شارع كذا او هذا. هذه المعلومات علاش مهمه ديال الساعه والشارع واليوم؟ لان ممكن تكون هذه حادثه شغل، اذا ذاك المحضر اللي فيه هذه المعلومات هي اللي كتعطي الحادثه صبغه حادثه الشغل. دكتور يعني بالنسبه للسائقين يعني سيارات الاجره يعني كيكونوا ما عارفينش ان عندهم ملي تيخلصوا القسط ديال التامين كاينه مسؤوليه مدنيه، يعني لا هو حالة هو شي واحد وتعرض للضرر، هو اذا تعرض للضرر طبعا كيرجع المسؤول المباشر من هو صاحب سياره الاجره، ولكن مع احلال شركه التامين دائما تحل شركه التامين محل السائق ديال سياره الاجره.